شوف بداية القرن العشرين ممكن نقول كان في تعايش، يعني كان في تعايش بين مسلم ومسيحي، كان في تعايش في مصر، يعني كان في تعايش بين الجاليات الأجنبية والمصريين إلى حد ما، يعني كان في شوية مشاكل بس إلى حد كبير كان في تعايش لجاليات الأروام والأرمن واليهود وده كله. النهاردة لما تفكر المشاكل في أوروبا والقضية الكبيرة اللي هنعمل إيه مع المهاجرين، طب ما إحنا كان المهاجرين بيجوا بالألافات في يعني أواخر التسعتاشر وأوائل العشرين بالألافات المؤلفة، جم من أوروبا وجم من بلاد عربية وجم من جميع أنحاء العالم، يعني كان في هنود، كان في فكان يمكن هو ده عنصر كان ممكن احنا نستفيد بيه ان احنا نوريه للعالم، بس ما حصلش طبعا. انه ازاي المجموعات المختلفة لغويا وثقافيا ودينيا واثنيا تعايشت مع بعض. النهاردة دي أكبر قضية النهاردة في أوروبا، إزاي يتعايشوا مع المختلف معاهم، إزاي يتعايشوا مع الأسود، إزاي يتعايشوا مع المسلم، مش عارفين يلاقوا حل، ما عندهمش حل. يمكن ده شيء من الأشياء اللي هو احنا عشناه وكان نموذج مش وحش وكان ممكن غيرنا يتعلم منه.